حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الطوابع الكانون بيكسيما TS5140 عن طريق الكمبيوتر، ومن خلال حلقة النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الطابع عن طريق الكابل USB مرة ومرة عن طريق الراوتر الواي فاي. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواني عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة ازاي نعرف الطوابع الكانون بيكسيما TS5140 من خلال الكمبيوتر او اللابتوب عن طريق الراوتر الواي فاي مرة وعن طريق الكابل USB مرة. وعشان ما اطولش عليكم يلا نروح لجهاز الكمبيوتر مع بعض ونعرفه الاول الطابع عن طريق الكابل USB. فيلا بينا. فاول حاجه هنعملها لازم تعرف قبل ما نبدا اي خطوات مع بعض ان انا سايب لكم رابط تحت في الوصف. الرابط ده فيه نسخه من الاسطوانه الاصليه المرفقه مع الطابعة، وده في حاله ان ما عندكش سيدي روم او السيدي روم بايظ او اسطوانه التعريفات ضاعت منك. تقدر تحمل التعريف بكل سهوله عن طريق الرابط الموجود في الوصف تحت. وبعد ما تحمل التعريف هيفتح لك زي ما انت شايف كده، هتختار كلمه كانون، ثم نختار اخر اختيار M-SETUP4، هنعمل يس، ثم نختار ستارت سيت اب اول اختيار، ولازم يكون موصل الجهاز بالنت عشان بيحمل شويه تحديثات او تعريفات عامه او برامج. وبعد ما التحميل يخلص معاك هنختار اول حاجه القاره اللي انت موجود فيها، ولو انت ما لقيتش البلد اللي انت مقيم فيها هتعمل اذر عادي جدا وتعمل نيكست، ثم تعمل يس، ثم تعمل اجري. ثم نختار نيكست. هيظهر لك الخطوة دي، أول حاجة لو أنت عايز تعرفها عن طريق الوايرلس أو الراوتر الواي فاي، وتانية حاجة لو أنت عايز تعرفها عن طريق الكابل USB. فإحنا هنعرفها أول حاجة عن طريق الكابل USB، فهنختار خانة الـ USB كونكشن ونعمل نيكست. وفي الخطوة دي بيقول لك ركب الكابل USB اللي هو سبب من الطابعة والكمبيوتر أو الطابعة واللابتوب. وأول ما ركبت الكابل USB حصل تغيير في القائمة. بعد كده هنضغط على نيكست ثم نيكست مرة أخرى، وهنا بيقول لك سيتاب كومبليت، تم اكتمال التعريف أو تم تثبيت التعريف. هنسيب دي زي ما هي سيت أز دي فوتبرنت نيكست، ثم هنشيل الصح من هنا ونسيب تول زي ما هما بالظبط كده ونعمل نيكست. هنعمل أوكي. والحاجات اللي احنا عملنا عليهم صح دول برامج للسكانر عشان يسهل لك استخدام السكانر أو الماسح الضوئي. ودلوقتي خلصنا مع بعض تعريف الطابعة الكانون بيكسيما TS5140 عن طريق الكابل USB. دلوقتي هنروح للطابعة وهنعمل خطوات بسيطة مع بعض بحيث نربط الطابعة بالراوتر الواي فاي. فيلا بينا. زي ما انتم شايفين علامة الواي فاي معمول عليها شرطة، معناها ان هي مش متعرفة عن طريق الراوتر الواي فاي. هننزل بالسهم لتحت لحد ما المؤشر البرتقالي يعلم عليه، ثم نضغط اوكي، ثم هنختار لان سيتنج اوكي، ونعمل وايرلس لان، ونختار اول اختيار دبليو لان، نعمل اكتف اوكي، ثم ننزل تاني اختيار تحت اللي هو وايرلس لان سيت اب ونعمل اوكي، ونختار تاني اختيار مانوال كونكت. هو دلوقتي بيدور على الراوتر بتاعي، وانا الراوتر بتاعي اسمه كانون، نختار اوكي. وهنا بيقول لك دخل الباسورد، هنعمل اوكي. وزي ما انتم شايفين القائمه اللي موجوده عشان ندخل فيها الباسورد تشبه للموبايل، مع العلم ان الخانه ديت اللي بتغير الحروف من كابيتال لسمول لارقام. زي مثلا انا عاوز الحروف كابيتال، ننزل هنا على السهم ده نضغط اوكي، اتحول كله كابيتال، هندخل باسورد عادي جدا. وبعد ما دخلت الباسورد كامل هننزل على اوكي ايت ونعمل اوكي، ويقول لك هو ده الباسورد، هتقول له اوكي. هنا بيقول لك جاري الاتصال بالراوتر الوايرلس، ودلوقتي قال لك كونكتد ذا وايرلس. وبكده الطابعه بتاعتنا اتربطت عن طريق الراوتر الواي فاي. وبعد ما الطابعه ربطت معانا عن طريق الراوتر الواي فاي هنروح لجهاز الكمبيوتر مع بعض او اللابتوب ونمشي الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. اول حاجه هنعملها هنختار اخر اختيار اللي احنا عرفنا منه الطابعه عن طريق الكابل USB، ونعمل يس، ونختار ستارت سيت اب.
ثم بعد كده بتختار الدولة بتاعتك والقارة، وليكن انا اختار اذر، ونعمل نيكست، ونعمل يس، ونختار اجري، ثم نعمل نيكست. وهنا بيقول لك ان البرنامج ظهر له طبعة في الراوتر اللي متوصل عليه الطبعة، فبيقول لك هي دي الطبعة اللي انت عايز توصل عليها الراوتر، فهتعمل يس. ودلوقتي نقدر نخلع الكابل يو اس بي اللي وصل من الطبعة والكمبيوتر، عشان احنا هنعرفوها عن طريق الراوتر الواي فاي. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا الام بي درايفر اللي هو الخاص بتثبيت التعريف، ظهرت لنا القائمة دي. هتعمل الو اكسس، ثم نضغط على نيكست، ثم نيكست مرة أخرى، وهنا بيقول لك تم تثبيت التعريف، الباقي بقى أمره سهل. وهنا قال لك installation complete successful، يعني تم التثبيت بنجاح. وبكده عرفنا الطبعة مرة عن طريق كابل يو اس بي، ومرة عن طريق الواي فاي. طب دلوقتي أنا عرفت الطبعة مرتين، عاوز أعرف أني واحدة عن طريق كابل يو اس بي، وأني واحدة عن طريق الراوتر الواي فاي، عشان وقت الطباعة ما تلخبطش. هنروح على كنترول بانل عادي جدا، ونختار فيو ديفايسز أند برينترز. طبعا أنا عندي طابعات كتيرة جدا، فالموضوع سهل. انا شايل الكابل اليو اس بي اللي متوصل بالطبع، هبدا اوصله، والطبع اللي هتظهر يبقى هي اللي من خلال الكابل اليو اس بي، وهي دي اللي ظهرت. او لو شلت الكابل اليو اس بي هتنطفي اهي، ولو ركبتها زي ما انتم شايفين كده هتنور اهي، نورت. دي عن طريق الكابل اليو اس بي، واللي زيها اللي مكتوب عليها كوبي 1 عن طريق الواي فاي. طب تعالى نسميهم كده، نضغط على كليك اليمين على الطبع، ونطلع على برينتر بروبرتيز، ونسميها هنا كده كاب يو اس بي، ونعمل اوكي. زي ما انتم شايفين كابل يو اس بي، ودي عن طريق الراوتر الواي فاي برينتر بروبرتيز، ونسميها واي فاي، ونعمل اوكي. وتعالوا دلوقتي نشيل مع بعض الكابل يو اس بي ونتاكد. شلنا الكابل يو اس بي، انطفي. ركبنا الكابل يو اس بي تاني في الكمبيوتر، اشتغلت اهي. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفها، لو جيت تطبع في يوم من الايام من خلال الراوتر الواي فاي وما طبعتش معاك، يبقى انت عملت حاجه من الاثنين غلط، يا اما غيرت الراوتر الواي فاي براوتر واي فاي جديد، يا اما غيرت باسورد الراوتر الواي فاي. وفي كلتا الحالتين هتعيد نفس التسطيب من خلال الطابعه، وهتعيد نفس التسطيب من خلال الكمبيوتر. وبكده خلصنا موضوع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.